إذا أنت عندك ذهب تبيعه تشتري منه تناتيش عادية رخيصة يبقى عندك مبلغ. صح. بعد يقول لك أنا عندي فترة قصيرة وأبي أستفيد منها أكثر. ما كيف بنربي أولادنا على حب الأهل؟ الفرص في العمر ما تجي مرة. لا لا لا، الفرص ممكن تجي كثير، لكن هل أنت جاهز لتستغل هالفرصة؟ ولا بس بتقول أنه مو وقت اللي قاعد يصير؟ نصيحة، حاول تستغل كل فرصة تنعطى لك، لأن إذا ما استغليت ولا مليون فرصة بتقدر تغير من حالك. ما يصير تجيب ولدك وتشوفه يخسر بالخمسة وبالأربعة. هداف الدوري. الشباب يا الشباب، البداية معاكم اليوم. كاش خليل. إن شاء الله إن شاء الله. يعني ننعكس شوية راحة نفسية للاعبين إن شاء الله إنه. وين السادس؟ وين السادس؟ والدوري بأخذ القسم الثاني وأنا 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 وأنا. وأعوذ بالله من كلمة أنا كابتن. شو السالفة؟ 7 نقاط عنده. بس يوم من الأيام أجا جوارديولا في برشلونة لما صار يخسر وهو 7 الدوري. قال لهم بدي أخذ البطولة. ما أخذش، قال قدر الله ما شاء فعل. أنت قاعد تمشي على خطة جوارديولا بس تتكلم. يعني لا بصراحة والله العظيم والله يعني شفت أنت المباراة الماضية كمان بجوز يعني هدف إلنا كمان راح. يعني كل مباراة بصراحة هذا فريق، أي فريق جديد بدوري محترفين أي فريق بتحملش خطأ، لا من مدرب بتكتيك ولا بتبديل ولا من جمهور ولا من حكم ولا من أي شيء. إحنا مش زي الفرق الكبيرة. يعني هاي شفت الشرقي خسروا 5 مع منامي، شالوا حالهم، فازوا على الرفاع صح؟ خلاص متمرسين بالدوري، فهاي هاي اللي بتفرق معنا احنا بصراحة، انه لعبتنا لسه مش متمرسين في دوري المحترفين، وإن شاء الله إنه 12 مباراة باقي، لا تقول لي سادس، سادس، ما زلت مصمم. تراجع، أنا أعطيك فرصة تراجع. لا، لأنه تعال أقول لك، قديش بعيدين احنا عن مثلا الأهلي والحد ولا قديش بعيدين؟ 10 نقاط. لا، 14 و7 مباراتين. ثلاث. فوزنا اليوم خسروا بكره قديش بصير؟ فرق 4. يعني كرة قدم بالنهاية. قاعد أعطيك فترة تتنازل. لا 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 ما أتوقع، يعني فريق عالي. أعطيته فرصة يتنازل، بس تذكره والنهوة اللي ما يبي، وبذكركم بعد بشيء قبل قاله. إحنا مندرب أسبوع كامل عشان ما أحط باص النادي والحافل على 18 وأعمل كومباكت والرفاع يبلش فيه يمين. قصدك؟ انه انا ايش قصدك؟ ايش قصدك؟ يعني انا ما بدي اعمل زون عشان الرفاع بطل دوري وانه عنده شخصيه كبيره، بالعكس انا اليوم ضغطت الرفاع واليوم رحت على ملاعب الرفاع والحمد لله فريق مدرب الشارقه انه يسوي هاللون يعني طرتنيش متروك انا وجهه نظره وهذا كلام كلام يرجع لهوى كلام يرجع لهوى بس ايش ما يخليك اليوم الدش وانت خايف من لا لا ما يخلينا انا خايف وهذا كلام يرجع لهوى عن زجاجة هذه احنا بنشوف لها حال لان انت بروحك ذاك اليوم قايل انا جاي من البيت عشان العب فوتبول صح ما باركن الباص صح والباص مباركن هناك هناك الباص مباركن اليوم بحط الباص على باب ال 18 وابلش يدق في هيك انا هيك قصدك الباص اكف خلينا نقول رفاع الشرقي كل مباراه له من بعد الرفاع يخسر غلبت الرفاع في كاس الملك العام وطحت قبلها من 3 سنوات نفس الشيء صار تغلبت الرفاع في الدوري ومن عقبه خسرت كذا مباراة ضد الرفاع تأدي بس عقبه ما تأدي ليش؟ لا مو بشرط المباراة اللي كانت العام
صار ما صار اخفاق. اذا بتذكر عقب مباراه الرفاع وكاس الملك لعبنا مع النجمه وفزنا على النجمه مباشره، اذا ذكرتك مره ثانيه. لا يا ابو شاهين، انا اتذكر زين وايد زين بعد، لكن الجمهور والكل فاهم انا شنو اقصد في هاي السؤال، وعقب المباراه بتعرف ليش سالتك هالسؤال. الشباب بدأ على قد الكلام. مستمرة التمريرة على اليمين، فرصة جول شبابية مستمرة والتصويب. لا 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 تأخر تأخر. وتم وافي بالوعود وقادر أن يحقق الهدف المنشود. مرة كرة بشكل جميل جدا داخل منطقة الجزاء، التمريرة مستمرة شبابية خطيرة، فرصة جول. لعب جول 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 جول. الشباب يسجل اخيرا. البديل سيد ضياء دخل كبديل اضطراري، واضطر الان الشباب باقدام ان يتقدم. هو البديل الذي بدل كل شيء، هو البديل الذي ينجح الشباب الان الهدف ما يتحمل الحارس، لا 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 يتحمل الدفاع. بس اللي انا ابي اساله، حمد الدوسري ليش موجود في الجهه الثانيه مع الشباب؟ هم عندنا يمكن قد ترجع لأمور أمور ثانية، أنا ما تحضرني الحين ليش طلع أو ليش تم. في أمور ثانية. شوف عبد الله، إحنا زمن احتراف، إحنا يمكن عود من كلمة ثانية، إحنا لاعبين يعني كبرنا، فهمنا على كبر الاحتراف. هذه ما فيها أنا أبيها من الله وأنا أتري، لا بالعكس. لا كلمة أنا دبلوماسي، يعني أنت حاط بالك بصير دبلوماسي. لا لا أكيد عبد الله، يعني في وايد كلام. لا 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 ما في كلام. في مشكلة صار؟ لا ما في مشكلة. في مشكلة أنا اللي حليت المشكلة. يعني في مشكلة؟ لا 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 صح كلامه، إنه في مشكلة، بس إنزين شنو المشكلة صارت عشان يحلون تحلها؟ حمد طلع بدون أي مشكلة، إذا هو يقول في مشكلة أنا أقول لك هني وأنا مدير فرقة وأنا اللي موجود مع الفرقة 24 ساعة، حمد طلع بدون أي مشكلة. أنا اللي حليتها. بس حمد لأن أنا عندي خبر، أنا عندي خبرة. ها؟ ما عندهم خبرة. شوف أنا بعطيك مثال. إذا أنت عندك ذهب، إذا عندك ذهب تبيعه تشتري منه تناتيش عادية رخيصة يبقى عندك مبلغ. أنا أعطيك إياه هذه إذا فهمتها. لا فهمتها. سافر مصر. أوكي بسافر مصر ريال قدم 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 برسالة رسمية هو بسافر مصر، راح مصر يومين أو ثلاثة أيام، رايح رايح لظروف. ما في مشكلة، ليش مشكلة؟ أنا عندي ستة، أنا سافرت ستة أيام، ثلاثة أيام إجازة. ثلاثة أيام أنا خذيت من التمرين، أنا مستأذن، أنا ما قلت لك أنا شيء. تشوف أنا تعامل احترافية. عقبهم ما لعبت؟ محمد ما لعب، هذه ترجع حق الجهاز الفني. هاي رجع لهم، هذه رجع لهم، هما الدراما اللي سووها رجع لهم مو بلي أنا، أنا رايح علاج. الجهاز الفني ولا؟ إذا ترجع حق الجهاز الفني إذا يلعب ولا ما يلعب، ترجع حق الجهاز الفني. ولا بغلط انك انت بعد تعطي فرصه للحراس الموجود. كل واحد على على مخه، كل واحد على عقله، اللي عقله عود يفهم ما فيها شيء. لكنه اذا انت تبي شيء تعال واجهني، ما بتطرش لي ناس عاديه. شلون يعني؟ الناس اداره، اداريين فريق. يعني حمد مو اداريين اللي كان اي مو اداريين، لان انت يوم تبي توقع وياه ها يعرف يعرفون هم من تكلم وياه. ما اعرف تذا فاهم في الكره عبد الله، تسال اي نادي، يسال في البحرين تقول له من اللي بيتفاوض مع او من بينهي مع لاعب، يقول لك رئيس الجهاز او مدير الفريق. عادل هالشيء ولا غلط؟ هاي اللي صار. قلت لك انا انت لما انت تعامل واحد احترافي خليك احتراف، تعال قد ناس انت ما وقعت ويا احترافي، تعال قد انا هذا اللي اعتب. بس بالعكس الناس كلمتني، الناس كلمتني وخذت الرد الطيب. احنا ترى عبد الله خلاص ما في زمن هواش، ما في في زمن احترام، في زمان كل واحد انا اقدرك انت تقدرني، بس احنا ما نبي شيء في البحرين، احنا طيبين. ضايقتك حمد قعدتك على البنج يعني؟ لا ما ضايقتني، ضايقتني المعامله. انا حارس مو بصغير، ولا انا حارس اولمبي، انا حارس متعال لي فنيا. تعال انا عندي انا عندي قرارات فنيه، تعال قد وياي والله قرار فني تعال، بس مو بتهمشني. لا انا مرضى تهمش، تعاملت وياك باحترافيه، لا تكلم. ما جيت نفس اللاعبين اللي يروحون يصيحون عقب المباراه واي اي دونت بلاي. ما في تهمش عبد الله، في فريق انت عندك في الكشف 26 لاعب، في خيارات مدرب، كل مباراه وله ظروف، انت شنو تحتاج المدرب اللي يحتاجها هي. يعني انت ما تقدر، انا إذا تبي الواقع كمدير فرقتي أو إدارة تفرض على مدرب لاعب يلعب ولا لا، ما هاي مو بالشغل اللي ما يصير.
مدربه هو اللي يختار ال11 اللي تشوفهم انسب اللي يفوزونه يمشي فيهم. يعني احنا ما نتدخل في شغل المدرب، بالعكس يعني عنده كل الصلاحيات هو اللي يختار. حمد كان ضمن الفريق وهي خيارات في النهايه يعني. في هاللعب كل قلت لك انا عقليه كل لاعب عن لاعب ما كان سوي انت تعرفهم؟ ما اعرف. انت ما اذا ما تعرف روح اسال عبد الله. قلت لك انا احترافي، بالعكس انت تشيلني. شوف شوف انا اول ما جيت شوف شوف المعامله. جيت انا شباب انا وكم واقف شهرين، واقف شهرين ونص ما لعبت مباراه رسميه، لكن اذا الناس عندها ثقه فيك تلعب مباراه تأدي الحمد لله. هذا اهم شيء، ما عندي مشكله ويا احد، بالعكس انا اديت سويت انجازات حق رفاع الشرقي. هذه قصه جديده للشرقي انتهت، بس ما كنت ابيها تنتهي بهالوضع. يأسفني لو وصلوا للشرقي، ليش كل دي قاعد يصير؟ شنو السبب؟ من وراء؟ يا جماعة ما تعودنا ان الشرقي يصير فيه كل دي. نتمنى ترجع الامور لمجاريها، لان نادي الشرقي مو بالنادي اللي تصير فيه هاي المشاكل. بالمباراة لو بكمل اللي صار، لقطة واحدة تكلم عنها متروك. اي قتال في منتصف الملعب على الكرة، من يكسب الكرة، من يكسب الكرات، من يكسب متروك عنده حق، لأن فيها طرد. لكن يا متروك، دخلتني للغرفة عشان ترويني الطرد، ليش ما رويتني أداء فريقك في الملعب اليوم؟ اليوم ما شفت شيء من الشرقي أنا، وإذا أنا غلطان صححوا لي الكلام. يا أبو شاهين، من عقب ما انتهت المباراة عرفت قصدي شنو كان؟ عرفت أن فريقك قدم ضد الرفوع مستوى وايد قوي، وعشان كذي ما يقدر يطلع بنفس المستوى في مباراة ثانية. الاستمرارية هي اللي مقصودة. أنا غالبين مباراة؟ بطولي هاي. يعني الحمد لله رب العالمين. يعني طاق سبرت. تعب مرة. لا أنت لو كنا لازم اليوم لازم تفرغ ضغوطات للاعبين، مش فوز والله، مش بالعكس. أنت قابلت فريق كبير بالنهاية، برجع بأي وقت. ناش نقول إنه فوزنا على مثلا فريق من ذي القائم، لا بالعكس، هذا فريق باعتبار بطل وجايك من بطولة فايز على الرفاع. فتفريغ الفرحة أنا لازم تكون موجودة حتى الفريق يشعر بقيمة الفوز. واليوم أنت توقعت من قبل المباراة وقلت لك إن شاء الله أنه اليوم رح نفرح بغرف الملابس بإذن الله والحمد لله. شو بدي هالسؤال قاعد؟ والله ما في عندك إشي، خلي اليوم فرحة كل. أنا نصفتك لكم. لا الحمد لله، وإيش أنا والله بدي أشكركم صراحة. وفعلا انصفت الكوره اخيرا، ونقول له مبروك. بس قدامك تحدي قوي، يا تكون او لا. وترى نفس الشيء عند حسن المساوي، تحدي صعب اليوم. مهمتي انا صعبه؟ اي مدرب اليوم وين؟ في النهايه انا لازلت مساعد مدرب هيثم جاطل. هو على حسب علمي مباراة واحدة بس موقف، إن شاء الله المباراة القادمة بيكون موجود. صحيح أنا مسؤول عن الفريق اليوم، لكن لازلت أنا مساعد مدرب الفريق. هتطلع من المسؤولية ها؟ لا ما أطلع من المسؤولية، كلنا نتحمل المسؤولية سواء فزنا أو خسرنا. يعني حتى عدم وجود الكابتن اليوم على الدكة في النهاية هو بعد يتحمل المسؤولية. في حالة إذا فزنا يكون المدح له، وحاس إذا خسرنا المسؤولية توزع على الكل. تقدر تدير الموضوع من تحت أنت؟ إن شاء الله قادرين. وعندك خبرة حسنة، هاي اللي خايف عليك مني. صح أتفق معك، خبرة مدرب ما عندي، لكن خبرة بتحب تنحط في الأول. لا لا لا، خبرة لاعب الحمد لله موجودة سنين. إحنا نلعب كرة مدرب مدرب تفرق. شوف بقول لك، في الفترة القصيرة اللي أنا كنت معاها مع الكابتن هيثم للأمانة تعلمت وايد منه، وايد وايد تعلمت ولازلت أتعلم. هو أنا أعتبره الملهم رقم واحد بالنسبة لي في مجال التدريب. فوفو أبو العبد؟ إيه، لأنه هو أول مدرب أنا اشتغلت معاه، وللأمانة من بداية ما اشتغلت لي اليوم مساندني وواقف معاي ومو مقصر معاي في أي شيء. فإن شاء الله اليوم أنا أكمل المهمة معاه، وهو ترى موجود معنا. يعني مو كل يوم تحمل المسؤوليه اذا خسرت حسنا. في حال شنو هم نروح خساره؟ يا شو بتضحك؟ كل واحد من حقه يضحك، كل واحد من حقه يفرح، كل واحد من حقه يعبر عن اللي في خاطره. النهايه الملعب هو اللي يحكم.
يعني من صدق انت تشوفها كثر اللاعبين كلهم حاطين الملعب والجمهور قاعدين يجون واحنا موجودين. احنا نجي حق 3 نقاط بس، حق 3 نقاط. الكل يعني 3 نقاط، لكنه مو بالكلام يا زهير ولا بالضحك، بفعلك في الملعب ورا صادق اكبر مثال، وبشوف في الملعب شنو بيصير. عمري ما سمعت اسم مهدي عبد الجبار ينقال الا ما سمعت وراه العرضيه ليست بالغريبه، ليست بالغريبه على مهدي. يظهر مجددا مهدي عبد الجبار ويقتنص هدفا مبكرا في شوط المباراه الاول. هذه عمايله، هذه عمايله. مهدي ما شاء الله عليه، يعني كذا موسم الحين محافظ على روحه، دائما الهداف يكون، واتمنى له الاستمراريه والله يوفقه ان شاء الله. مهدي مو بروحه، في نجم ثاني في الفريق اسمه محمد المرموم. الى الامام احمد، خطيره الثانيه، السلام. المنامه المنامه المنامه، يعزف سيمفونيه رائعه في شوط المباراه الاول ويسجل هدفا ثانيا، هذه المره من المرمور، هذه المره من المرمور. المنامه يعزف سيمفونيه رائعه في شوط المباراه الاول ومن داخل منطقه الجزاء، كره ما كان فيها رايه، ما كان فيها. الاهلي حبوا يكون لهم بصمه على مرمى المنامه. اللاعب وقف عند الكلام من نص فرصة، يعرف يسبب للمنافس الآلام. إلى مهدي وخطير، يا سلام يا مهدي، يا سلام يا مهدي، يا مهدي خلص الديربي، خلص، خلص الديربي، خلص الشوط الأول، خلصها. أحد يفهمني شلون ما يكون في المنتخب مهدي حين 3 مواسم معنا، وهو الهداف وهو الكل في الكل، بس للاسف يعني المدرب ما قاعد يشوف، مدرب المنتخب ضعيف. والله مهدي عبد الجبار صراحه مظلوم، هداف الدوري 2 سنين والحين بعد وما ياخذونه للمنتخب، ليش يعني شايل الفريق مهدي؟ صراحه قناص، مفروض يكون ان مهدي في المنتخب موجود، بس ما ادري ليش ما ياخذونه، ما ادري. مهدي انه فرصه واحد يحصل يخلص الكوره بالجول، يعني فرق وايد، يعني مع احترامي جميع اللاعبين يعني على عيني وراسي، بس يعني ما يجي حرام ما ياخذون منتخب، شنو السبب؟ ما حد يد. عبالكم جمهور المنامه اكتفوا بهالكلام؟ ويا جمهور المنامه وجمهور البحرين، في حلقه مع سوزه جرير بتعرفون فيها شنو السبب ان مهدي ما يكون موجود في المنتخب. وترى الأهلي في المباراة الحين موجود. مرة ثانية عادت إلى جمال، جمال راشد قدم بكرة، جمال، جمال ومحاولة، جمال وكرة، جمال خطيرة وجول. الأهلي يعود، الأهلي، الأهلي يعود عن طريق مدن. هذه المرة عاد الأهلي، عاد الأهلي للمباراة. الكرة كانت خطيرة من بدايتها، من بدايتها، وحسن مدن سجل هدف التقليص الآن في نهاية شوط المباراة الأول. فرصة كانت رائعة للأهلي وصدت في العارضة، أكمل عليها مدن. عمار اليوم، عمار، عمار بصراحة اليوم عمار مو مركز. لا لا انا ما تحاول تسحب مني كلام، انا ما يعني ما بحكي له هلا ولا بعدين، يعني ما اسحب، ما في لاعب بيتحمل مسؤوليه شيء صار. خلص الكلام، انا باسكت وقول له تبون تقولونه. سليمه، الرابع، 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 الرابع من القناص، الرابع من القناص، مهدي عبد الجبار. 1 2 3 4، هذا المنامة ما أروع. لا 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 لا، 1 2 3 4، هذا مهدي ما أروع. والخبر نفس الخبر، نفس الخبر، نفس الخبر. لا وبعد زارت النتيجة الآن من الختال، تمريرة جميلة للخامس مهدي الآن، والخامس، الخامس، وتدخل لطف الله، فرصة، الخامس، 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 خماسية، خماسية للمنامة، خماسية هذه المرة، هذه المرة من الختال، ومهدي سجل، وهذه المرة يصنع، والختال يأتي ويسجل هدفا خامسا في هذه المباراة.
خمسة 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 من المنامة في شباك النادي الأهلي، خمسة في شباك الأهلي. اليوم المنامة يلعب ضد الأهلي ولا ضد المنامة؟ لعب ضد مهزلة للأسف، يعني دين الموجودين هنا قاعدين يسوون مهزلة في حق النادي الأهلي، ولاعبين واجد بدون ذكر اسماء ما يستحقون يلبسون الشعار، ولا هذا الأهلي اللي علمونا أبوتنا نشجعه. يعني نجي بس هذه عادة أسبوعية، يعني نجي ونشجع الأهلي بس. مشكلتنا مو في اللاعبين، أنا وأنا من الموسم اللي طاف أقول مشكلتنا مو في اللاعبين. النتيجة اليوم تبين والله في مشكلة في اللعب. الدفاع اليوم فاتح المنطقة حق الملامة، الملامة قاعد يسجل أقوال كلش سهلة، ولا الحارس موجود أصلاً في الجول. يعني الأقوال اللي جت الخمسة أقوال كلها أقوال سهلة. فريق الملامة أقول لك فريق يعني ما شاء الله عليهم، فريق منظم، فريق قاعد يلعب كرة. بس أنت الأهلي وينك اليوم؟ الأهلي اليوم غايب عن المباراة كلش، يعني طالع الجمهور هاي. الجمهور ما شاء الله ما قصروا، يا وحضره وآزره، ولكن باقي على اللاعبين والجهاز الفني والإداري الأهلي كلش. يعني حتى المدرب تغيير واحد، أنت مغلوب 5-1 مغير لبس تغيير واحد. يعني بصراحة ما عندنا شيء نقوله. يعني 5 هاي أكبر نتيجة بالدوري صارت. وبعدين بيطلع علي صنقور بيقول مني أنا، زين منك أنت؟ وبعدين سنتين كل خسارة أنت تطلع وتقول مني أنا، وبعدين وهالجمهور هذا اللي يجي، هذا أكبر حضور جمهور اليوم جه. إحنا نطلع بخمسة، يعني مهدي عبد الجبار يصير هداف على حسابنا، شنو إيش هالمهزلة هذا؟ أنا ما أدري وإيش أقول صراحة يعني. بس لا، مو عذر، هي إحنا نتحمل، إحنا كلاعبين نتحمل. بقول لك ليش، أنت اللاعبين نفسهم اللاعبين مو غيرهم، يعني ما كانوا لاعبين مختلفين اللي فزنا عليهم، فزنا فيهم على الخالدية، مو لاعبين غيرهم اللي فزنا عليهم على وفاء، مو لاعبين غيرهم اللي الشوط الثاني لعبنا على المحواق نص ملعب، صح لو لا؟ تحط في بالك احنا يعني هاي مو شماعة، الناس بيقول هاي شماعة، بس احنا ترى لعبنا 3 أيام وردينا لعبنا مباراة ثانية. منامة نفس الشيء؟ ايه، بس انت طالع عناصر المنامة ك24 لاعب عندهم، وشوف احنا علي مو بعذر، علي عذر اكيد، علي مو بعذر، تبي تعذر بالتعذر لا، يوم توقف شهر ويوم تلعب 4 أيام ورا بعض يصير علي، مو يصير لا، هاي الواقع. خسرت قول لاعبين ما كانوا جاهزين، قول فريقي ما كان زين، قلوب الدفاع مواليني ما كانوا زينين، لكن ما نطلع اعذار، انا ما في عذر. قلت لك اللاعبين احنا كلاعبين ما كنا ذهنيا يعني ما عدينا روحنا احنا كلاعبين، ما ادري يعني حسيت اللاعبين مو مركزين كلنا من غير استثناء. اللي صار في هالمباراة حرام، جمهور الأهلي عقب ما بدأ يحضر مفروض ما يصير في اللي صار. مو أنا اللي أقول، جمهور المحرق هو اللي يقول، هو اللي يقول إحنا اللي أعطينا الأهلي التعادل. يعني ما أدري صراحة، يعني وش ما يشافه من رب أولادنا على حب الأهلي. ما يصير تجيب ولدك وتشوفه يخسر بالخمسة وبالأربعة وتنافس على الهبوط وتقول له تعال شجع الفريق. يمكن خلصت مبارتين دسمتين ونفس الشيء يبقون ثنتين، وابتديها بالخالدية والرفاع. لأن الخسارة بتودي واحد منهم بعيد عن الصدارة. لا ما تودينا ورا واجد، يمكن تودينا بس إنه لا زال دوره في الملعب. شوف أنت اليوم تلعب ضد فريق يعني ما يحتاج أنا أتكلم عن الرفاع، فريق يعني لاعبين، فريق سيستم ماله واضح، فكلنا كل الاحترام والتقدير، عملهم واضح، وإحنا فريق أيضا يعني الكل يعرف الخالدية. نتمنى المباراة اليوم يعني تليق بدوري ناصر بن حمد، وأتوقع مباراة مفتوحة، يعني ما الفريقين داشين 3 نقاط. طبيعي طبيعي، لكن في شيء حبيت أنبههم عليه. مشكلة الخالدية كل مباراة، يعني أو خلقوا آخر مبارتين هي عليكم جول، تصحصحون عقب الجول، هاي شيء صعد
ما يمشي، فهمت؟ لا صح، مو كل مباراة ترجع يعني، ما نقول تكون في ردة فعل او ردة فعل راح تكون ايجابية، بس ان شاء الله اليوم ما تكون هذا، ان شاء الله اليوم احنا نكون مبادر يعني، ان شاء الله بتصير، ان شاء الله نكون احنا مبادرين اليوم، احنا متفائلين، متفائلين جهزتهم ذهنيا، هاي ذهنيا تكون ولاعبين نقد المسؤولية، وان شاء الله متفائلين. عباس اليوم ليش عبد كميل وابو غمار ومحمد عود وعبد الله الهزاع وسيد ضياء ويا بعض؟ اوكي ضياء امنا بالله بيلعب جناح، بس مين بيكون الظهير يسار عبد الله الهزاع اليوم؟ لا اليوم مو احنا، مو اول مره نلعب في هالسيستم، ترى لعبنا فيه في كاس التحال. ان عبد الله يسار يصير يعني؟ لا لا تقدر تقول 3-5-2 وتتحول. تتحول انا ضياء جناح والجناح الثاني يكون محمد عادل. يرجعون يصير 5-3-2 تشكيلة جديدة ما فيها ريسك. لا لا مو جديدة، لعب المدرب لعب فيها في تطبيق كاس الاتحاد، مبارتين لعبنا فيها، الرفاع غير فيها ريسك يعني، أكيد أنت كرة القدم لازم ريسك، وإحنا اليوم لازم نخاطر يعني. تذكروا زين أن قلت لهم المخاطرة في كاس الاتحاد مو ضد الرفاع. المخاطرة كانت ممكن تجني الثمار. أو كلامات الدفاعات القلدية هنا، كورة ما زالت مستمرة، هي راسية لم تصطاد الشباك. بس اللي قلت الهشام قبل المباراة صار. هنا راسية طار السعد يظهر في الكرة الأخيرة ويعطي السعادة لجماهير الرفاع. محمد برهون يظهر في كرة راسية وسجل أول أهداف في المباراة وهز الشباك الخلداوية. يا سلام على الكرة الأخيرة والهدف الأول. الزلزال كان خامد واليوم أطلق عنانه. مرهون يتقدم 1-2 والثالثة فيها تقدم والتصدي ما زالت مستمرة. جول الرباحي، الزلزال والزيارة الثانية للشباك الخلدية. الرباحي يظهر، الزلزال يظهر، والثنائية رفاعية في مرمى الخلدية. والسود العنانية يظهرون في هذه المباراة بهدفين الآن. شادل الكورة، يا سلام، وبعد ذلك اصطدت بالقائم وبعد ضربة الزلزال انهار الخالدية وحمامة سلام الرفاع حلق فيهم وطار. 1-2 هنا التسديدة، كورة جول. لا 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 لا، الرفاع بالصورة مقايرة تماما، الرفاع يضرب بالثلاثية في مرمى الخلدية عن طريق سيد هاشم هشومي يضع الثلاثية الرفاعية في مرمى الخلدية. الجول حريف، الحمد لله، ان شاء الله يحتاجون في الاخير مهاجمين، يحتاجون يسجلون عشان يدشون في اجواء اللعب، في نفسيه، تعرف الجول. لا اليوم الصراحه اهداف نشوفها مدروسه للامانه، اكثر جول عجبني انا خلي اقول جول هشومي في 1-2 كان في لعبه كور. ايه بالضبط، احنا من بدايه الموسم من اخر كم سنه معروف عن الرفاع انه قاعد يقدم كوره، قاعد يبي يلعب كوره، بس ما تشوف قاعد نترجم هالاهداف الحمد لله رب العالمين. ورا سالتك سؤال، قلت لك مو كل مره بتسلب الجاره ذي على جول ترجع، وانت قلت لي صح كلامك، وقلت ان اللاعبين مركزين ومهيئين، لكن كم عرضية؟ خل أقول أنا العرضيات اللي شفتهم 4 ورا بعض 3 جول. شوف كرة القدم أخطاء، يعني أي هدف بتسجله أنت بتستقبله من أخطاء. واللي قلت لي في بداية المباراة يوم قلت لك قبل المباراة قلت لك كل مرة بتسلم الجارة، وأنت قلت لي صح نعم، اليوم إيش صار؟ لا إحنا شوف يعني إحنا أوكي تأخرنا، بدينا أول 20، بس لا تقص أي شيء، خل كامل الكلام. إحنا أول 6 ساعة بدينا بداية يعني مثالية، أحسن من كل مباراة نبدأها، ما توفقنا في التسجيل. أنت
ما تكون فرص خاطرة؟ حصلنا فرصتين خاطرة؟ اي حصلنا فرصة حرزي لما اخذها من لازار مو خاطرة يعني، بس فرصة واحدة في ثلث الهجوم يعني تعتبر. كل يوم قلت لك ان 3-5-2 في كأس الاتحاد غير وضد الرفوع غير. لا اكيد انت اليوم احنا شوف احنا نحترم كل فريق اليوم، اليوم ترى دوري ناصر بن حمد يعني الفرق من المركز الاخير الى المستويات متقاربه. ما عليه مستويات متقاربه وانت تشوف النتائج متقاربه ونحترم الرفاع بالعكس مثل ما احنا قلنا الرفاع اكيد الرفاع قررنا يعني وعنده معلومات عنه. انا من كلامي قبل المباراه انه صح يمكن ضد الرفاع ما تصلح، ليش ما لعبتوها من البدايه؟ لا لا احنا كنا كجهاز فني كلمتنا واحده، كنا يعني بالعكس يعني المدرب كنا في السيستم القرار اللي اخذه يعني علينا ندعم أي قرار. مو لازم تدعم المدرب في كل قرار، لازم تناقشه، لأن أنا وأنا برع كنت أعرف أن هاي الشيء بيصير، والدليل أنهم غيروا الشوط الثاني الخطة وقدروا يسجلون هدف التقليص والتغطية وركلة جزاء. نعم ركلة جزاء مع بداية الشوط الثاني. أحمدان والفردان، أحمدان هداف حميدان، عن طريق حميدان يعودون بالهدف الأول من نقطة الجزاء. وهذه مباراة ثالثة انتهت، الرفاع حقق العلامة الكاملة ورجع لسكة الانتصارات، والخالدية وراء آلاف علامات الاستفهام. وفي شخص عرف أن مباراة محرق وسترة هي القادمة وحب يوجه رسالة الجمهور محرق. بس عندي نقطة أبغى أوضحها، حسين سلمان مو اللاعب اللي يدش في مناوشات مع الجمهور، والحمد لله أنا افتخر أني لعبت في نادي المحرق، ونادي المحرق نادي كبير، ويمكن اللي صار ممكن أنا أخطأت في بعض المصطلحات، وهذا ما يخلي أن أنا ممكن ما صرحت من قبل عن هاي النقطة، ما حبيت أدش في مناوشات. أنا أقول يمكن بعض الأطراف ما يعجبها، بس اليوم الفرصة أن أنا أتكلم فيها، ونادي المحرق يظل نادي كبير، سواء لعب فيه حسين سلمان أو ما لعب فيه راح يظل نادي كبير، والكل يتشرف يلعب فيه، والحمد لله أنا أتشرف لعبت مع معظم الأندية الحمد لله كلهم، أتشرف أن أنا لعبت وياهم يوم من الأيام وخدمت الأندية هذه، والحمد لله مو أنا اللي أسوي مناوشات، أنت اللي تسوي المناوشات. وقبل لا أبتدي المباراة في موضوع لازم نعرف عنه كل تفاصيله. أمير سيد محمد أمين ليش نهى عقده وياكم؟ بعد يقول لك أنا عندي فترة قصيرة وأبي أستفيد منها أكثر ويلا. ليش مشى؟ هو طلب إنه يمشي مشى. لا سبت رواتب، أنا كنت عارف الإجابة بس نطرتك تجاوب، سبت الرواتب. صح الرواتب متأخرة، يصير نادي ما يخلو من مشاكل الرواتب، ما يعطي لاعبين، ما يعطي لاعبين فلوسهم، ومن العام في لاعبين عندكم نفس حسين سلمان ما استلم فلوسه وتوه الحين قاعد يطالب بفلوسه، وتوقع مع سابعة أمس، هل يعقل؟ اليوم أنا كلاعب صادت أني نفس المشكلة مع نادي سترة، مستحقات في الموسم اللي طاف ما استلمتها، على أساس أن الهيئة طرشت رابط أن الكل يسجل فيه، على أساس أن احنا بنستلم من الهيئة، فاليوم ما شفنا لا من الهيئة ولا شفنا من النادي، وأعتقد هاي معظم الرياضيين قاعدين يمرون بنفس المشكلة، فنتمنى ان نشوف لها حل. يعني احنا يعني هذه الامور اليوم الانديه كلها تشكي من وقع مع سابعة. انا ما عندي فكره، يعني اليوم يقولون انهم عليهم ديون بالاضافه الى توقيع مع سبعه لاعبين، انا ما اعرف وقعوا سابعة اي، فما اعرف يعني شنو الرابط بالضبط، بس يعني نتمنى ان تنحل هاي المشكله ونستلم مستحقاتنا، مرت اليوم عليها سنه كامله، ويعني واللاعبين ينتظرون المستحقات، يعني مو أنا أتكلم عن نفسي، معظم لاعبين البحرين اليوم قاعدة تنتظر هاي المستحقات. اليوم أنت قاعد تلعب شبه مجان، لما ما تستلم مستحقاتك يعني أنت قاعد تلعب بالمجان. إحنا ما علينا موقعنا ما وقعنا،
ما يصير امير توقع وعندك نسمع دعم شركه طموح دعم شركه طموح يشكرون عليه وما قصره وحاله الدوري واثاره الدوري ما بدنا نكرشه. ليش شركه طموح ما تكفلت براتب سيد محمد امين؟ ليش ما طلبت منهم هالشيء؟ ليش ما طلبت؟ قاعد توفر لكم لاعبين، ليش ما خليت توفر له تدفع على امكانيه؟ يعني احنا على امكانياتهم بعد ما نقدر ان نجبرهم نقول لهم تعالوا دعمونا في كل خطوه. عندنا بعض الامور ما بيقصروا لو طلبتوا منهم. يعني انتم ما طلبتوا منهم؟ ليش ما طلبتوا منهم؟ ما يقصرون، بس احنا بس هو طلب مننا بعد. يعني احنا ما حرمناه، بالعكس هو اللي اراد الشغله، هو اراد قال بس اعطوني خلاص المخالصه. قلتوا له بنعطيك رواتب. ايه انا عرضت عليه، بعطيه ثلاث شيكات بعد، ثلاث شيكات كنت بعطيه انه عشان انتم كنا ما نبغي يطلع امانه يعني لاعب وخدمنا، بس هو حسب الظروف اللي مر فيها وقال انه كان حصل نادي بيعطونا مقدم وبتعد بعد له امور. انا ما بغيت اوقف في الطريقه. يمكن هو كان يبي، يعني لو كان بيحصلهم في نفس الوقت كان بيقعد. شنو؟ لو كان بيحصل فلوس في نفس الوقت كان بيقعد. يعني انا ما ادري، بس هو وصل لمرحله انه قال خلاص انا ما بطلع. بالنهايه يعني انتوا عرضتوا عليه الفلوس وكل شيء، هو قال لك انا ما بيتم؟ يعني عرضت انا شخصيا كلمه، انت شخصيا ايه. هو طموح زي ما تكافل برواتب البحرينيين عندكم، ليش بس يعني تكافل باللاعبين؟ لا انا كنادي بعد تعرف واحد بيساعدني وبيقف وياي بعد على قولتهم لو شفت حبيبك حلو لا تاكله كله. ما في امكانيات الا احنا نعطيه، ما في امكانيات ان احنا نعطيه، مو بس احنا كل الانديه تشكو من هالام. صدق في سؤال في بالي الحين، احنا ما قاعد افكر في موضوع المخصصات. ليش تتوقعون مع لاعبين برواتب اذا انتم ما تقدرون توفرون ميزانياتهم؟ انت هاي كلمه تبغون اقول لك شيء؟ والله اقول علي صدق، والله اتكلم صراحه، اتكلم صراحه. في نظام شبه احتراف عندنا صح؟ انا ملزم كنادي اوقع مع لاعب اي لاعب. انا لو عندي 25 لاعب بحريني ملزم ان اوقع اقل واحد فيهم 200 دينار صح؟ في يعني صح قارب ما يوثقون اي عقد بدون اقل من 200 دينار حاليا. اوكي 25 في 200 5000 دينار في 10 شهور اكثر من مخصص اللي نستلم احنا كلام. ايش رايك؟ واضح الكلام؟ يعني شو ذاك طايف الليمت؟ انت واضح كلامي؟ واضح. انا اتكلم لك، انا اذا انا امشي على النظام المحطوط بقى مليون بالضبط. قل لي ايش الحل؟ وانت فكرت في شنو؟ انه الداين ازيد؟ لا 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 انا ما فكرت انه الداين ازيد. لا انا انسان، شوف بقول لك شيء، انا جاي هني في مجال تنافسي في الرياضه، عرفت؟ انا ابغى احقق نتيجه حق ديرتي زين، اصرف على قد حدود اللي عندي. انا شنو من امكانيه انا اقدر اتعاقد فيها بتعاقد فيها، فهمت؟ انا ما قاعد احط ملايين دنانير على النادي، لا انا اصرف في حدود المعقول وفي حدود الامكانيه اللي انا اقدر اغطيها. اذكرك بمعلومه عشان تكون عندك خبر فيها، ترى الهيئه حاطه برئيس النادي في فترته صارت في ديون فتحول عليك شخصيا، انت اعضاء استداره فحاصل من هالنقطه. بتقدر تسدد الديون اللي قاعد تصير؟ اي ديون قاعد تصير عليكم عند اللاعبين ودي؟ اذا امورنا تمشي نفس ما احنا حاطينها. ترى انت في خطر، خلينا نكون صريحين، في خطر. بس انا في خطر، كل اللي في البحرين في خطر. ليش الكلام موجه حقنا؟ ليش السبب؟ السبب يا علي ان خليتوا انتوا الناس كلها تتكلم. شلون لاعب يشتكي على نادي اليوم وباكر تتوقعون مع 7 لاعبين؟ هل يعقل؟ هل يصير؟ طبعا لا. وانت قلت بتسدد الدين وبتقدر، واتمنى هاي الشيء الايام الجايه ما يتكرر بعد مع لاعبين. على العموم خلنا نشوف المباراه. الفريق بكامل نجومه قادر يغلب محرج.
ببالغ اذا قلت المباراه ما فيها ولا شيء ولا هجمه خطر. المحرق معذور لانه من 5 لاعبين منقوص، لكن ستره شو السالفه؟ حتى محرق صار عليهم طرد في الدقيقه 45، وينكم طول المباراه؟ ليش ما تبادرون؟ توقعنا ان بتشوف ستره بصوره ثانيه، خصوصا ان محرق ناقص 5، لكن شفت ستره بصوره مو افضل، اسوأ. صح الكلام اللي قلته كله صحيح، حارق ممكن اللي قلته كله صحيح. بعد بتقول لا انا عكس كلامك، ستره كان افضل بالمباراه. وين ما نستحق التعادل احنا كنا؟ ايش سويت؟ اللي شاف المباراه ستره افضل من المحرق. اليوم احنا سيئين سيئين، احنا يعني على الدور ربعنا يمكن حصلنا كذا فرصه ما توفقنا، ما استغلنا ظروف المحرق. عليك يعني هاي ما بنلاقي محرق بهالوضع مره ثانيه. مستحيل. لا لا بالعكس بالعكس، كنا اليوم زينين وقدمنا مستوى طيب، ولكن يعني هي سوء توفيق يعني ما قدرنا نسجل، ولكن يعني احنا نطوي صفحه المحرق الحين 0-0، تعادل بطعم الخساره قلت اي والله انه تعادل بطعم الخساره، والمحرق ماشي قطاره، بس هل يقدر في القسم الثاني يحافظ على الصداره؟ رفع منام محرق بطولة بين ذي 3 حوم، بديع شباب الحالة والشرقي، منافسة البقاء بينهم بتكون. هاي كلامي، والأيام الجاية بتبين، ولين ما تجي اللحظة الحاسمة بيبقى هذا المختصر، لكن نقطة في بحر.